أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مشروع ديرة العيون يؤكد على نجاح الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في توفير منظومة السكن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان لمشروع ديرة العيون، حيث بيّن الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني والمشاركة في توفير السكن اللائق للمواطن البحريني، مشيدا بنجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، لا سيما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت هذا المشروع الذي يعد من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تنفذ من قبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان. ولفت سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى أن أولى خطوات التنفيذ الفعلي للوزارة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بدأت منذ 3 سنوات، حيث استطاعت الوزارة أن توفر أكثر من 6000 وحدة سكنية من خلال برنامج الشراكة في مشروعات المدينة الشمالية واللوزي وديرة العيون بديار المحرق. وأشار وزير الإسكان إلى أن برنامج مزايا أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشراكات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي نظرا لزيادة الإقبال عليها، منوها إلى أن الحكومة بدورها اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة.